مرحبا، أنا انتظار المصلي. هلا فيكم دور التعلم برنامج الإكسل للمبتدئين. بهالدورة رح نتعلم كيف نستخدم برنامج الإكسل اللي هو إنتاج عملاقة برمجيات مايكروسوفت. هذا البرنامج بيحتوي على أدوات حسابية متكاملة لإنشاء الجداول اللي بتساعد كل الأشخاص من كل المهن والطلاب كمان، حتى لو ما كان في عندكم معرفة سابقة بالمعادلات الرياضية. هالدورة ما بتتطلب أي معرفة مسبقة بأي برنامج مشابه، فالدراسة مرحلة ابتدائية كافية حتى نبدأ بهالكورس. من خلال هالدورة رح نتعلم كيف نعمل جداول رياضية ونطبق عليها عمليات حسابية ونحسب إجابات بطريقة أوتوماتيكية. كمان رح نتعلم كيف نتعامل مع الجداول، نشاركها مع مجموعة أشخاص، كيف نحدد صلاحيات معينة لكل شخص، وأخيراً رح نتعلم نرسل ونشارك ملفات على الإنترنت. بعد انتهاء هالدورة رح تكونوا قادرين تستثمروا برنامج الإكسل في دراستكم وعملكم، وإذا مشيتوا معي بهالدورة للآخر رح تقدروا تضيفوا طابع احترافي لأعمالكم، وأكيد مديركم حيكون معجب بشغلكم. وهلأ يلا نبلش سوا.